ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنسوي حلقه جديده من برنامج 100 سؤال، وهي الحلقه دي جت ايه يعني باي لك بالصدفه كده، ما كنتش محضر لها بصراحه. النهارده انا واقف شغال فلاقينا عينه بالشكل ده، تمام؟ واضحه؟ تمام؟ شايفين العينه الشكل ده عامل ازاي؟ ده نوع من انواع السيروم بيبقى اسمه لايبيميك، العينه بتبقى اسمها لايبيميك. تمام. فالعينه دي اسمها لايبيميك. يعني ايه كلمه لايبيميك؟ يعني العينه كلها دهون. يعني ايه دهون؟ هو في ناس يقول لك فيها الكوليسترول عالي، ناس يقول لك الترايجلسيرايد عالي، بس هو اللي بيبقى عالي فيها حاجه اسمها الكوليمايكون. تمام. دي حاجه كده هبقى اشرحها لكم بعد كده. تمام. فالعينه دي قلنا اسمها ايه؟ لايبيميك، يعني الدهون فيها عاليه. فانا لو جيت اشتغل اي شغل، شايفين عامله زي زي الزبده بالظبط او زي اللبن، لما اجي اشتغل اي تحليل منها فالتحليل ما بقاش مظبوط. طب الحل ايه في الموضوع دوت؟ قال لك انت بتصوم المريض 12 ساعه، ماشي؟ لو لقيت لسه الدهون عاليه فيه ما بتعملش التحليل، بتصومه 17 ساعه. طب احنا كده المريض لو جه صايم النهارده 12 ساعه مش هنعرف نشتغل عينه عشان لايبيميك، فهنيجي داخلين مصومينه 17 ساعه و18 ساعه تاني يوم هنلاقي العينه. فقال لك ليها طرق كتيره جدا اللي احنا نعالج العينه. في حاجه اسمها السامبل بلانك، ده انا مش هعمله، تمام؟ حاجه اسمها السامبل بلانك. السامبل بلانك ده بيعالج الهيموليسيس اللي هو التكسير، ماشي؟ فكنت بقول ايه؟ السامبل بلانك ده انا مش هشرحه، ماشي؟ انا ما بحبش اشتغل بيه عموما. يعني قال لك هتعالجها بطريقه ثانيه. هو السامبل بلانك بيعالج اللايبيميك وبيعالج الهيموليسيس، تمام؟ اللايبيميك دي بقى قال لك احنا هنعمل لها حاجه ثانيه. هنعمل لها ايه؟ حاجه ثانيه. هنعمل حاجه اسمها الترا سنترفيوج، تمام؟ فقلنا حاله اللايبيميك دي والهيموليسيس ما ينفعش نشتغل بيها، لان احنا لو جينا اشتغلنا عين هيموليسيس هتلاقي الصوديوم عالي، هتلاقي الكالسيوم عالي، البوتاسيوم بيبقى عالي، كله بيبقى عالي، تمام؟ سكر عالي، كله عالي. اما لو اشتغلنا عين لايبيميك هتبوظ لي نتيجه سكر، هتبوظ لي نتائج كتيره جدا في التحاليل. فقال لك لازم نعالجها. طريقه الفيديو اللي احنا هنعملها بيها اسمها الترا سنترفيوج. يعني ايه الترا؟ دي معناها ايه؟ فوق السنترفيوج. انت عم تعملي كده مش عارف فوق السنترفيوج. فهنعملها ازاي؟ قال لك العينه لما تيجي بالمنظر الهباب اللي احنا شايفينه ده، تمام؟ شايفين الشكل عامل ازاي؟ شايفين؟ احنا اصلا العينه جينا سحبناها وسبناها لما حصل لها كلوتنج اتجلطت، وبعدين حطيناها في السنتر وبعدين سبناها، فطلعت لنا بالشكل ده، ما ينفعش اشتغل منها. فهنيجي عاملين ايه بقى؟ معلش. فهنعمل حاجه اسمها الترا سنترفيوج. يعني ايه الترا سنترفيوج؟ يعني ما بعد السنترفيوج، ماشي؟ يعني ايه برضه الكلام ده؟ احنا مثلا بندور العينه، بيقول لك مثلا من 1000 دوره ل 1500 لمده دقيقتين، 3 دقائق، 5 دقائق. احنا الالترا دي بعد ما بنعملها كده هنيجي رافعين ايه اللي هو المعدل، يعني بدل ما 1500 تبقى 4000، ونسيبها 5 دقائق 10 دقائق، هنلاقي الكريمه دي نزلت تحت واصبح السيروم عندي ايه؟ فري. فاحنا هنعمل التجربه دي دلوقتي، تمام كده؟ احنا شايفين العينه اهي، فانا هجيب تيوب وهاجي مفضيها فيه، تمام؟ وبعدين نيجي عاملين الالترا سنترفيوج ونشوف الطريقه دي صح ولا غلط، تمام كده؟ طبعا انا بشتغل من غير جوانتي، ماشي؟ ما قلت لكم هخبي جوانتي. ايوه، ما هنعمل ايه طيب؟ هنيجي بقى ايه؟ ساحبين الطريقه دي مهمه جدا، لان في ناس بتيجي عامله ايه؟ تيجي واخده العينه زي ما انتم شايفينها كده وتيجي شغاله، ويقول لك النتائج بتخرف والنتائج ما بتخرفش. طبعا احنا لما بنبقى بروفيشنال، يعني او لا قدر الله يعني في يوم من الايام مسكنا البامفلت قريناها، ماشي؟ هتلاقي يقول لك فوربيدن او ممنوع، او السامبل تايب نوع العينه ايه هي؟ إيه؟ سيروم او بلازما فري هيموليسيز وايه ونوت لايبيميك، يعني ما فيهاش هيموليسيز وما تكونش ايه؟ فيها دهون، تمام؟ ليه بقى؟ لان احنا اتفقنا ان هي بتاثر. واحد بقى يسيب الفيديو ده دلوقتي يقول لك بتاثر على تحاليل ايه بقى؟ شفتوا بقى؟ ما انا اقول لكم على حاجه، انا بديكم المعلومه وانت دور، يعني مش لازم انا انزل المعلومه كلها، تمام؟ احنا كده فصلنا اهو. لو لقينا في البامفلت مكتوب ممنوع نشتغل عينه لايبيميك، يبقى ممنوع. خلاص احنا مش هتفهم معاك، يبقى ممنوع. عارفين يعني ايه ممنوع؟ يجيك واحد يقول لا 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 ويجي يعمل البتاع. شفتوا العينه عملت ازاي؟ تمام؟ في غلطة احنا بنغلطها، يعني انا دلوقتي لو خدت العينة دي دي وحطيتها كده في السنتر قدامها العينة وعملت اللي هو الالترا سنتر فيوج، ايه اللي هيحصل عندي؟ هتفصل. انا غلطت غلطة كارثية.
عارفينها؟ غلطة ممكن تكون تافهة بالنسبة لكم، بس دي غلطة خزعبلية. ايه هي بقى؟ ما غطيتش. ليه ما غطيتش؟ حد عارف ليه ما بنغطيش؟ لو غطينا، لو ما غطيناهاش الغلطة ايه اللي هيتنفع؟ ايه قالك بتأثر على، تمام؟ احنا لو ما غطيناش العينة لما جم عملوا دراسات عليها قالك ان السي او 2 ده بيأثر على الانزيم، يعني ما ينفعش اعمل ليفر انزيم من عينة زي دي لو انا ما غطيتش، بيأثر عليها، تمام؟ قالك لو التمبريتشر درجة الحرارة بتأثر على الانزيم، بي اتش بتأثر على حاجات كتيرة جدا، فاحنا لازم نيجي عاملين ايه؟ مغطيينها كده، تمام؟ طيب صح، السؤال حد بعد ما عملنا العينتين كده، عملنا فصلنا السيروم اللايبيميك بتاعنا اهو، والعينه الوزن بتاعنا، تمام؟ اهو قدامنا اهو، هنحطهم بقى في السنتر. اوكي، وبعد كده عارف انا عامل زي الشيف حسن او الشيف اللي دخلناهم دلوقتي الفرن وبنشوف قلب الكيكه. وبعد كده احنا المفروض عندنا، ماشي، على 5 دقايق اهو، وهي المفروض عندنا مثلا على 2000 دوره، احنا هنخليها على 4، تمام؟ بعد ما نعمل سنترفيوج بقى ايه اللي هيحصل؟ هتلاقوا الكريمه دي اتوصلت تحت واصبح عندي فري مولز، فري سيروم، يعني سيروم ايه؟ كليم. هنشوفه بعد ما نفصل دلوقتي.